اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجنا نقطه تماس على اون لايف. معاكم مذيع اسمه يوسف الحسيني. معلش ملاحظه قد تبدو بسيطه لكن مش عارف، اعتقد كده انها بتبقى انعكاسات للحاله اللي موجوده في المجتمع المصري. هو الاعلانات اللي موجوده دلوقتي بقى دمها ايه اللي انا عامله ده؟ نور الشريف في فيلم العار. والله طلع السلسله بره. معلش المهم خلونا نتكلم بجد. يعني الاعلانات اللي موجوده دلوقتي مش بس دمها تقيل، مش كلها الحقيقه، لكن نصيب كبير جدا او يعني جزء وافر من الاعلانات اللي طالعه دلوقتي فعلا دمها يلطش وتعدت مرحله انه دمها تقيل الى انها بلدي زياده عن اللزوم. حقيقي يعني بلدي زياده عن اللزوم او عشوائيه اكتر مما ينبغي، او انها وكانها تكريس لثقافه المجتمع العشوائي، او انها انسياق ورا للاسف الشديد ثقافه بتحاول انها تسود داخل المجتمع. لكن هو يجي السؤال، المنتج نفسه مش شركه الاعلانات، المنتج نفسه بيوافق على ده ليه؟ يعني هي المساله كلها متعلقه بانه يلا نبيع، ولا المساله كمان متعلقه بانك انت يبقى لك امج؟ يعني انا الحقيقه كان سبق ليا وفي فتره يمكن بعد ما اتخرجت كنت بشتغل في شركه اوراسكوم تيليكوم تحديدا موبينيل الاورنج الحاليه، وده ما اعتبروش اعلان يعني، الكلام ده كان زمان يعني سنه 98. وكنا اكتر حاجه نتعلمها من تحديدا السي او بتاع الشركه وقتها المهندس عثمان سلطان موبينيل الامج. الامج انا مش بهنش بتكلم بالمناسبه على اعلانات اورنج، انا بتكلم بشكل عام مشروبات بقى، موبايلات، يعني لبن الاطفال، حلويات الى اخره. فكان في حاجه اسمها الامج، ان انت لازم تحافظ على الشكل العام، مش مساله انه لازم الاعلان يوجه الى طبقات ارستقراطيه او نخب اجتماعيه او مقتدري ماليا او الناس اللي متعلمه تعليم اجنبي اطلاقا. المساله مش كده خالص. يعني لما كان طارق نور على سبيل المثال يعمل اعلان بتاع انا بتكلم واقول، اغنيه كانت لطيفه وظريفه وحبوبه وجميله ورومانسيه ومليانه بالمشاهد وجميله، وكان وقتها الشعار المحمول في يد الجميع، كانت موجهه لكل طبقات المجتمع. هنا دي الامج. السؤال هو ايه اللي حاصل في سوق الاعلان في مصر تحديدا؟ الناس الكرييتيف دايركتورز اللي بيشتغلوا على خلق فكره ما للاعلان، ايه اللي خلاهم انبطحوا الانبطاح الاسود ده؟ انا مش قادر افهم. المنتج نفسه ليه بيعمل كده؟ يعني صاحب البرودكت، صاحب المنتج، صاحب الخدمه، ليه سامح بده؟ ليه سعيد بده؟ ليه مفوت ده؟ انا ما فهمتش. انا الحقيقه مش هبقى مبسوط على الاطلاق وانا بشوف ابني قاعد عمال بيتنطط زي قرد مسلسل. الحمد لله ما بيعملش كده، يعني قرد مسلسل في اعلان سيء جدا، لغته وضيعه جدا، افيهات رخيصه جدا، ما بقاش مبسوط. على كل واحد حر بقى يشوف انتوا هتربوا عيالكم ازاي، بس فعلا السؤال ده يطرح على اصحاب المنتجات واصحاب الخدمات. خلونا نبدا نروح لب الحلقة بتاعتنا النهاردة وأول الأخبار. الكيان الصهيوني المحتل الغاصب للأراضي والمقدسات في منطقتنا العربية رضخ النهاردة الحقيقة رضوخ واضح للضغوط اللي مارسها رؤساء كنائس القدس بعد إغلاقهم الكنائس منذ قرار أو إغلاقهم إيه إغلاقهم دي كمان منذ قرار فرض الضرائب على المباني الكنسية، واللي اتوصف بهجوم ممنهج على المسجد. هذا الامر وتجميع قبايه الضرائب التي صار اللي احتج عليه بطاركه ورؤساء الكنائس باغلاق الحد اللي فات زي ما كنا بنتكلم. واللي يا دوب الله تفتح ابوابها من بكره في صباح الاربعاء. كان الصهيوني المحتل الحقيقه بيسعى الى فرض ضرائب على كنائس القدس تحديدا. وبيقولوا الكنائس بتقوم بانشطه تجاريه. طبعا غير صحيح على الاطلاق. وانه ده بيخرجها من دائره الاعفاء الضريبي لدور العباده. قال رئيس بلديه القدس نير بركات على تويتر انه من غير المنطقي توقع استمرار الاعفاء الضريبي الممنوح لممتلكات الكنائس التجاريه. مفيش حاجه اسمها كنائس تجاريه. مفيش حاجه اسمها دار عباده تجاري، مفيش حاجه اسمها كده. يقول لك وتضم فنادق وشركات تجزئه، يا سلام. الكيان الصهيوني بيقول ان ديون الكنائس على اكثر من حوالي 800 عقار تابعين ليها بلغت 90 مليون دولار امريكي. أما البطاركة ورؤساء الكنائس فوصفوا القرار بتاع فرض الضريبة بأنه الهجوم الممنهج الذي لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأراضي المقدسة. بس هنا عايز أرجعك تتفرج على الضغط الحقيقي الذي مورس من البطاركة ورؤساء الكنائس والمطارنة على الاحتلال.
وشوف الاحتلال خاف ازاي. وهنا لو صح تعبير شوف هو ترعب ازاي من العالم المسيحي اذا صح التعبير، لانه عارف انه هذا القرار ليه ردود افعال قد تكون وخيمة. لكن بالمقابل الناحية التانية هو لا يعير اي التفات او انتباه للعالم الاسلامي اذا صح التعبير، وده لينا في كلام. خلونا ناخد معانا على التليفون، نتشرف بان احنا هيبقى موجود معانا على التليفون بعد شوية قداسة المطران إبراهيم عازر، مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن وفلسطين، لكن بعد شوية. مش كده يا جماعة؟ لسه احنا التليفون مش جاهز. الأماكن إنما جعلت لعبادة الله سبحانه وتعالى وليست أماكن ربحية على الإطلاق، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تفرض عليها الضرائب أو أن تفرض عليها الرسوم المجحفة بحق هذه الكنائس. القرار هو تصفية القضية المسيحية وتصفية الوجود المسيحي، وعلى البعد على المدى البعيد تصفية الوجود العربي في البلد القديمة وفي القدس بشكل عام. الحقيقة أن الكيان الصهيوني المحتل يعيد بعث صورة جديدة مر عليها 2018 سنة. الصورة دي هي صورة القدس في وقت بيلاطس الملك. الصورة دي هي صورة حاخامات وأحبار اليهود وقتها وهم يطالبون بصلب السيد المسيح يسوع عيسى بن مريم. الصورة دي هي صورة طريق الألام مرة تانية. وقف المطارنة ووقف رؤساء الكنائس ووقف البطاركة في وجه هؤلاء المتشددين الذين يرهبون المسيحية مش بس في القدس وإنما يرهبونها في شتى أنحاء العالم. احنا معانا على الهاتف زي ما كنت بقول لكم المطران إبراهيم عازر، مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن وفلسطين. أهلا بيك. أهلا وسهلا فيكم. يعني احنا كنا نحب قدر الإمكان ان احنا نوضح الصورة كاملة منذ وقت إصدار هذا القرار من الكيان الصهيوني وبلدية القدس بموضوع فرض الرسوم بادعاء انه الكنائس بها مباني وأنشطة تجارية وفنادق وشركات للتجزئة وما إلى آخره. الحقيقة الكاملة وراء هذا القرار. في البداية بحب أحييكم من مدينة القدس، شعبنا وأهلنا في مصر. احنا في المدينة المقدسة في القدس أول مرة من مئات السنين فرضت علينا ضريبة اللي بالعادة الكنائس ما تدفعها في على مر التاريخ. الفكرة من وراءها انه الكنائس تشارك بالضرائب لبلدية القدس، لكن موقف الكنيسة من البداية كان واضح أن الكنيسة بتعمل بأعمال تربوية، إنشاء مدارس، إنشاء مستشفيات، إنشاء ملاجئ للعجزة، ملاجئ لليتامى. العمل اللي بتقوم فيه الكنيسة هو بمثابة عمل على الحكومة نفسها عمله. الإعفاء الضريبي هو مش إعفاء ضريبي، لكن الكنيسة ما بتتقاضى أي مقابل على عملها الاجتماعي والصحي والتعليم اللي بتقوم فيه بالأسر. فكرة المراكز الاجتماعية هي ليست فكرة ربحية، هي مش مؤسسة ربحية بل مؤسسية لجماعة جدا.
جزء من الكنيسة وده جزء من الخدمة اللي بيقوم بيها المتطوعين في الكنيسة على مختلف، وده أكيد مفهوم جدا. طيب مسألة القرار النهاردة طالع بصيغة التجميد أي الوقف المؤقت، وإنه هيعيد نظر في القرار مرة تانية، كيف تنظرون إلى مسألة التجميد أو التأقيت لو صح التعبير؟ اليوم في الصباح كان استماع لمساوي شيخ ومساوي في المدينة المقدسة، وكان القرار واضح أن الكنيسة القيامة ما بتفتح أبوابها قبل ما يصدر قرار إلغاء القرار الضريبي المفروض على الكنيسة. القرار اللي طلع اليوم هو قرار تجميد للقرار اللي صدر، واحنا كرؤساء كنائس بنطالب انه القرار هذا يلتغى ولا يتجمد، والنقاش رايح يدور بالايام القادمه على الغاء القرار. تجميد القرار بيعني انه في اي لحظه ممكن نعيد احيائه، وهذا البطاركه والمطارنه رافضين لهي. ماذا لو تم إحياء القرار مرة أخرى بعد أسبوع أو شهر أو حتى عام؟ الكنيسة موقفها واضح، الكنيسة ما رايحة تدفع أي مبالغ ضريبية للحكومة، بيكون ردة الفعل هي نفس ردة الفعل اللي قامت فيه بهاي الأيام، الامتناع عن دفع الضرائب وأيضا فتح أبواب الكنائس من جديد. هل من الوارد أن يحدث تواصل مع الكنائس المختلفة في شتى أنحاء العالم، تواصل مع الفاتيكان، تواصل مع البطريركية في مصر إلى آخره؟ يوم الصباحا كان التكلم عن توثيق الصف المسيحي في القدس وأيضا في الكنائس في العالم. احنا شعرنا بالأيام الماضية بالوجود والدعم المسيحي الخارجي، الكنيسة الفاتيكان أدت دعمها الكامل، كنيسة في مصر أدت دعمها الكامل، كنيسة باليونان أدى دعمها الكامل، اتحاد اللوثري العالمي أدى دعمه، وأيضا كنيسة الأنجليكانية في لندن، كنائس المسيحية من خارج فلسطين خارج القدس أدت استعدادها التام لدعم المسيحيين الموجودين في مدينة القدس. عظيم جدا، هذا بأول مدينة كياننا كشعب مسيحي في المدينة المقدسة. عظيم جدا، أتمنى لكم المزيد من التوفيق ونتمنى لكم المزيد من الحماية الإلهية، وربنا يحافظ عليكم. شكرا جدا صاحب القداسة المطران إبراهيم عازر، مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن وفلسطين. لازال المذيع مصرا بل ومستقرا في عقيدته أنه الكيان الصهيوني يرسم طريق الألام مرة أخرى، المسيح في طريقه للصلب من جديد للأسف الشديد. خلونا نستأذن نحن نروح لسوريا وتحديدا منطقة عفرين. النهاردة أعلنت رئاسة الأركان التركية أنه عدد من القتلى منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين شمال غرب سوريا بلغ 2083 شخص. وأعلنت الخارجية التركية أن تركيا لا تجري أي مشاورات دبلوماسية مع الولايات المتحدة حول عفرين. الحقيقة أنه رئيس التركي رجب طيب أردوغان كما جرت العادة مصر على ارتكاب جرائم حرب في عفرين، بل الرجل يسطر سيرة ذاتية من الجرائم ولا يذيلها بما يحدث في عفرين، وإنما قد تذيل بالعديد من الأحداث المستقبلية لا قدر الله. وبيقول أنه التقارير الطبية بتؤكد أن الجيش التركي بيستخدم مش هو اللي بيقول، التقارير بتقول أن الجيش التركي بيستخدم أسلحة كيماوية محظورة دوليا. العملية زي ما حضراتكم تتذكروا بدأت في 20 يناير اللي كان اللي فات ده على طول في 2018 ضد وحدات حماية الشعب الكردي السورية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، واللي بتعتبرهم تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي. طبعا كالعادة
الأتراك لا هم لهم ولا هدف على الأقل في هذه المرحلة إلا محاولة إبادة الأكراد. ورغم أنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلال اتصال أجراه امبارح مع رجب طيب أردوغان بضرورة تطبيق الهدنة الإنسانية في عفرين عملا بالقرار اللي أقره مجلس الأمن يوم السبت اللي فات على كامل الأراضي السورية بما فيها عفرين. ماكرون كان بيأكد عفرين جزء من هذا القرار وليست منطقة مستثناة، إلا أنه المتحدث باسم الحكومة التركية أعلن أنه قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا لمدة 30 يوم لن يؤثر على عملية غصن الزيتون اللي بيشنها الجيش التركي في عفرين. خلونا نحاول نعرف الأوضاع بشكل أكثر واقعية وبشكل أكثر تدقيقا. معنا على التليفون السيد نوري محمود وهو الناطق الرسمي لوحدات حماية الشعب الكردية. أهلا بك سيد نوري. أهلا بكم. نريد أن احنا نعرف منكم طبيعة ما تقوم به القوات التركية تجاهكم من مذابح واستمرارا. الصوت غير مفهوم. الصوت واضح. الصوت السؤال من جديد لما سؤال. طيب إذا كان الصوت دلوقتي مناسب نكمل السؤال، إن لم يكن مناسبا نقطع الاتصال. مناسب. كنا عايزين نعرف منك سيد نوري طبيعة ما تقوم به القوات التركية تجاهكم من حرب نراها أنها استمرارا لحرب الإبادة التركية تجاه الأكراد. نعم، بالنسبة للحرب الذي يشنه السلطان التركي على عفرين الضالة السورية بشكل عام، هو حرب غير أخلاقي وغير قانوني. يقومون باستغلال الجيش التركي، المؤسسة التركية التي يجب علينا أن تحمي الشعب التركي وأراضي تركيا لصالح السلطان التركي، وأيضا يقوم باستعمال باستخدام الإرهابيين من داعش والقاعدة وجبهة النصرة في الحرب على عفرين، وكان وهذا أيضا هو امتداد لمشروع الإخواني في الشرق الأوسط والداعش في الشرق الأوسط، ويهجم على عفرين بلا سبب وبلا أي أسباب أكيدة. يقوم باستعمال الأسلحة التقنية المتطورة للناتو ويستغل المركز التركي في الناتو والمجتمع الدولي. والحرب الذي يحصل الآن في عفرين لم يمزح السلطات التركية حتى الآن في الحرب على عفرين برا، أو الجيش التركي لم يمزح برا، كل ما نجح به هو ضرب المدنيين، ضرب موارد الحياة كمراكز الماء، الجوامع والأفران والمدارس وبيوت المدنيين، ويقوم بتدمير عفرين وله أهداف وتغيير ديمغرافية عفرين. وأيضا كما تعلمون بأن كان لهم في الميثاق الملي مدينة حلب كولاية حلب، وكما تعلمون بأنهم احتلوا حتى الآن جرابلس عزاز الباب، والآن يريدون احتلال عفرين. وكما ادعى الرئيس التركي قبل الآن بأن لديه ما يقارب إلى 3.5 ملايين من النازحين السوريين إلى تركيا، وأعطاهم جنسيات تركيا، ويريد أن يغير الديمغرافية عفرين ومنطقة حلب عن طريق نقل هؤلاء النازحين إلى هذه المنطقة في المستقبل، كي يكون الجنسية الموجودة هناك كلها تركية. وأيضا كما ذكرتم في برنامجكم بأنهم استعملوا الأسلحة الممنوعة دوليا حسب الموثوق والقوانين الدولية كالكلور، وأثبت المجلس الصحي في عفرين لمستشفى أبن في عفرين كان هناك 6 حالات كان لديهم حساسية في الجلد وضيق النفس، وأيضا كان هناك دماء في عينهم. وما أثبت ذلك هو أنهم استعملوا غاز الكلور. حتى الآن كما تعلمون الجيش التركي تقدمه كما في الحدود القرى الحدودية، والاستعدامات مستمرة حتى الآن في
المعارك الشديدة في هذه المناطق لم ينجح عسكريا، إنما يوجد في عفرين هو مجتمع سوري يطرح مشروعا ديمقراطيا لحل الأزمة السورية بشكل ديمقراطي. وكما تعلمون كان هنالك داعش، أبناء وبنات عفرين شاركوا في الحرب ضد أكثر إرهاب في العالم أو إرهاب العالمي داعش عانى منه الشرق الأوسط عامة. طبعا ده مفهوم، لكن سيد نوري أستأذنك في أنه يعني في نقطة شديدة الأهمية، ألا وهي مسألة استخدام تركيا لأسلحة ممنوعة دوليا، وكما ذكرت أنه استخدموا غاز الكلور في حربهم في عفرين تجاهكم، ده من ناحية. من ناحية أخرى حتى ذكرت أنه استخدموا مقاتلين من إرهابيين داعش والنصرة، هل لديكم توثيق أو جمع أدلة حول مثلا استخدامهم لمقاتلين من داعش والنصرة وقعوا تحت أسركم فيتم تقديمهم أمام العالم ومن ثم تقديمهم كدليل على ما تقوم به تركيا؟ من ناحية أخرى أيضا مسألة استخدام غاز الكلور، هل لديكم أدلة على ذلك وبالتالي من الوارد أن يتم طرحها أمام المجتمع الدولي؟ بالنسبة إلى المقاتلين الإرهابيين من داعش وجبهة النصرة والقاعدة، حينما دخلوا إلى قمة قدس الجندو كان هنالك فيديوهات يغنون بأنهم كانوا يقاتلون في جروزي وأفغانستان، وفي الوقت نفس الوقت قاموا بالتمثيل بجثة الشهداء كدارين كوبان ورفيقاتها من مقاتلين يفجة. وأيضا فيما بعد قام السلطات التركية بمنع جميع المقاتلين الإرهابيين المشاركين معهم في احتلال عفرين من عدم استخدام الفيديوهات في ساحة الحرب، وهذا كان أكبر دليل على ذلك. أما بالنسبة إلى الغاز الكلور، نعتمد على تقرير مجلس الصحي في مدينة عفرين التابعة للإدارة الذاتية، أيوة، التي شهدت الحالات وشخصت أن هنالك أعراض على الحالات بأنها كان سببها استنشاق غاز الكلور. أشكرك جدا سيد نوري محمود الناطق الرسمي لوحدات حماية الشعب الكردية، هذا هو جانب من جرائم الأتراك تجاه القوات التركية في سوريا. السؤال، هل بقى للعالم شيئا من ماء الوجه ليوقف هذا القاتل عن جرائمه المستمرة تجاه السوريين والأكراد؟ الله أعلم. على كل، بعد الفاصل لقاء مع سيادة السفير الدكتور عزمي خليفة مستشار الدراسات المستقبلية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. هنتكلم في إيه؟ هنتكلم على فكرة المشروع التركي في الشرق الأوسط وتحولاته. لو سمحتوا استنونا. تحولات جذرية تشهدها الدولة التركية تحت قيادة رجب طيب أردوغان صاحب مشروع التغيير الدستوري الذي حصل بموجبه منصب الرئيس على صلاحيات واسعة النطاق وتفرد شبه دائم وتدخل غير محدود في مؤسسات الدولة الرئيسية كالجيش والقضاء. وينتظر العالم ما ستسفر عنه الانتخابات الشاملة عام 2019 من نتائج، والتي ستكون فاصلة بالتأكيد في حياة الدولة التركية. حلم دولة الخلافة أعد له أردوغان، فمن خلال تحركاته الخارجية صار على خطة ممنهجة لها شقان عسكري واقتصادي، والتي بدأها مبكرا بإنشاء قواعد عسكرية في مضيق باب المندب وجيبوتي وسلطنة عمان ثم قطر ومؤخرا سواكن السودانية.
وإقامة علاقات اقتصادية قوية مع دول القرن الأفريقي على وجه الخصوص الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، وكان أبرز الداعمين لسد النهضة. هيأ أردوغان المجتمع التركي بشكل كامل لقبول فكرة الدولة العثمانية خلال الفترة الماضية، حيث قضى على ما تبقى من دولة كمال أتاتورك العلمانية وحارب العلمانيين واعتقلهم بعد مظاهراتهم الشهيرة في ميدان تقسيم، ودعم الإسلاميين وتحديدا الإخوان المسلمين داخل وخارج تركيا نظرا للأرضية المشتركة بينهما في فكرة إقامة دولة الخلافة الإسلامية، فيما تجاهل التيارات السلفية المرتبطة أساسا بالفكر الوهابي ولها سياقات مختلفة في فكرة الدولة والتي ظهرت في نموذج داعش وجبهة النصرة، إلا أنه لم يمانع في التعاون مع تلك التيارات لكن للعمل خارج حدود تركيا. وهنا تثار تساؤلات مهمة، هل تتحول تركيا بعد استحقاقاتها الانتخابية في العام المقبل إلى بداية طريق تحقيق حلم إعادة دولة الخلافة العثمانية، أم ستكون تلك الأحداث هي بداية النهاية لأردوغان ومشروعاته وأحلامه؟ هو العيب فينا ولا في رجب طيب أردوغان؟ العيب فينا ولا في الأتراك؟ العيب فينا ولا في الإيرانيين؟ العيب فينا ولا في الصهاينة؟ وأنا بالمناسبة مش بحط الكل على قدم المساواة يعني، بس العيب فينا ولا عند الآخرين؟ علشان يبقى ده برضو جزء من طريقة الكلام أو جزء من محاور الحديث. خلونا نرحب جدا بضيفنا العزيز داخل الاستوديو سيادة السفير الدكتور عزمي خليفة، مستشار الدراسات المستقبلية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. نورتنا يا دكتور. أهلا بك. هبدأ بحاجتين، العيب فينا ولا العيب في التانيين؟ لا، هو العيب مش فينا أساسا، إنما هي الفكرة في حاجة، أنت ساكن في إقليم سائل جدا دلوقتي يتسم بالمرونة الفظيعة دي، نمرة واحد. نمرة اتنين، ان المنطقة العربية بتشارك او هي بتمثل الجزء الاكبر من كيان اكبر اللي هو الشرق الاوسط، وبالتالي في تصارع مصالح موجود في المنطقة واحلام وطموحات، لان في خلخلة للقوة في المنطقة دي كلها، وخلت القوة الحقيقة موجودة في العالم كله مش عندنا احنا بس، انما بره بيبقى فيه يعني في اوروبا مثلا في اليات معينة بيمتصوا بيها هذه الخلخلة يتغلبوا بيها عليها. احنا هنا لان المنطقة كلها لها مطامع تاريخية، يعني تركيا لها دور تاريخي، ايران لها دور تاريخي، فبالتالي اثيوبيا حتى لها دور تاريخي ايضا، تمام؟ فبالتالي كل ده بيبقى في حالة تفاعل مع بعضه في هذه المرحلة، وتجد ان في درجة من عدم اليقين، درجة من عدم فهم الاحداث ماشية ازاي، درجة من الغموض السياسي، ودي كلها حاجات اتكلموا عليها على مستوى العالم ايضا في مؤتمر ميونخ للامن اللي كان من كام يوم. فاذا احنا جزء من عالم بيتغير، وهذه التغييرات الرهيبة اللي موجودة فيه محتاجة أسلوب جديد للتعامل معه. طيب ليه أنا الجزء المفعول بيه مش الجزء الفاعل؟ يعني أنا ولادي لما بنقعد أتكلم معهم وأنا ببقى حريص قدر الإمكان نقعد أشرح لهم تاريخ المنطقة ومصر بالذات، فلما يسألوني هو إحنا ليه الإغريق اليونانيين احتلونا؟ قال لهم عشان كنا ضعاف. ليه الهكسوس دخل؟ قال لهم عشان كنا ضعاف. ليه الطلاينة دخل؟ عشان كنا ضعاف. وبالتالي أنا دايما مهموم بفكرة هو العيب فيا ولا العيب في الضوء؟ العيب في النور ولا العيب في أنا؟ فكرة إحنا مفعول بينا، هو مفعول بينا فعلا، بس ده عبر التاريخ كله على فكرة. في حاجة احنا بنؤرخ لنهضة مصر بعصر محمد علي 1805، لو مسكنا عصر النهضة ده كله مفيش فيه استمرارية بالمرة، يعني تمشي 10 15 20 سنة وتقع، وبتقع بقوة السلاح. يعني انت في 1805 تولى محمد علي وبدا النهضه بتاعته، يعني في معاهده لندن 1841، تمام؟ جه الخديوي اسماعيل نقل مقر الحكم من القلعه الى مقر عابدين، وعمل نهضه رهيبه ماديه اللي هي المباني والقاهره الخديويه، وبعدين اتعزلوا واتنفوا، تمام؟ في منتهى البساطه قامت ثوره عرابي، الانجليز قالوا لا، 1882 احتلال، يعني الفرنساويين مشيوا 1881، الانجليز دخلوا 82 ما سابوكش. جيت
عملت نهضة شوية وبدأت الوطنية المصرية تبان نتيجة تأميم الجامعة وظهور أساتذة مصريين لأول مرة في تاريخ مصر في الجامعة زي شفيق غربال ومحمد الصربوني على سبيل المثال. إنما فوجئت بعدها إن طبعا في ثورة، ده كله أدى إلى قيام ثورة 19. قامت ثورة 19 من هنا، إنما في منتهى البساطة وصدرت دستور 23 سبع سنين، ودستور 30 ظهر نزلت شوية، و48 النكبة تمام شوية، وجات الثورة المصرية 52 شوية 56 بالظبط، حرب 56 وبعدين حرب 67 وبعدين حرب 73 في عصر السادات رئيس السادات. فإذا أنت داخل في دوامة، والحقيقة فكرة النهضة في مصر ارتبطت باستخدام السلاح ضد مصر، السلاح الأجنبي ضد مصر، وكان في استسلام للمسألة دي فيما مضى. ولهذا أنت ما عندكش تراكم نهضوي. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك أنت خدت خطوة وبتبني عليها في تاريخك كله، ولهذا يظهر أنك أنت فعلا مفروض بك عبر التاريخ. ماشي، هنا بقى هروح على مسألة المشاريع الموجودة في المنطقة. تمام، اتفقنا كنا بنتكلم المسألة لا تتعلق فقط بالمشروع التركي. لا لا، مش التركي، التركي ده جزء منها. سيادتك عندك، وهنا بيجي سؤالي برضو، وأنا فين مشروعي؟ نعم، وأنا فين مشروعي؟ ما هو ده اللي احنا عايزين نسأله بقى. ليه بقى؟ احنا عندنا مشروعي، وعندنا المشروع التركي، وعندنا المشروع الاثيوبي زي ما قلت لسيادتك، وبعدين في مشروعين امريكا عاملاهم في المنطقه اللي هو الشرق الاوسط الموسع، ما زال قائم وباكد على هذا، الاسلوب بس اتغير. تمام، وفي مشروع تاني احنا ساكتين عنه بس هو شغال كويس قوي على فكره، اللي هو القرن الافريقي الكبير. تمام، ده اللي كلينتون طلعه سنه 96 ويضم جميع دول حوض النيل فيما عدا مصر، جميع دول حوض النيل بدون استثناء، ويضيف ليها الصومال طبعا ويضيف ليها جيبوتي، انما فيما عدا مصر. فهو فصل مصر عن دول حوض النيل. كانت يمكن السودان عامله له مشكله، لدرجه ان المشروع اول ما طلع انا صعقت لما بقرا كام ده قبل 96 يعني في 95 تقريبا، انه كاتب اسامي الدول كلها وجي عند السودان وقال جنوب السودان وسكت. فلدرجة انا ما بقيتش فاهم، يعني ما كانش في كلام دلوقتي في ذلك الحين عن فصل جنوب السودان، هل هنفصلها ولا ايه المسألة؟ وفي الاخر قالوا لا السودان كله، وخدوا السودان بالفعل كله في المشروع. طيب دي كده المشاريع اللي موجوده، دي المشاريع اللي موجوده. انا هستاذن هروح لفاصل ونرجع نتكلم بشيء من التفصيل حول مساله المشروع التركي والتحديات اللي بتواجهنا في هذا المشروع. احنا بقى هنا كمصر التي مفترض ان تعود او بتعود في ظني الى لعب الدور الرئيسي والطبيعي بتاعها كقائده للمنطقه العربيه. هنروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام مع الدكتور عزمي خليفه، لو سمحتوا انتظروا. خلونا نعيد الترحيب مرة تانية بالدكتور عزمي خليفة، مستشار الدراسات المستقبلية وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. الوقت اللي عمال بيجري ده لازم يتحاكم بصراحة. المشاكل من جهة والتحديات اللي بتواجهنا بسببه من جهة أخرى في إطار مشروعنا إحنا المصري في قيادة المنطقة إيه؟ طيب شوف، أولا فكرة قيادة مصر للمنطقة اتغيرت خلاص، ما غيرتش إن إحنا ضعيفنا، لأ
اتغيرت لان في تكنولوجيا المعلومات ديت ادت الى اتساع مساحه انتشار القوه في الاقليم ككل، وبالتالي فكره القياده اتغير مضمونها واتغيرت وسائلها كمان، مفهوم القياده نفسه، مفهوم القياده نفسه. فبالتالي احنا داخلين على عصر جديد بالمره، تمام، ومحتاج ادوات جديده ومحتاج سياسات جديده. دي نمره واحد لازم نفهمها. نمره اتنين، المشروع التركي اللي وضعه احمد داوود اوغلو كان وزير خارجيه وبعدين رئيس وزراء في عهد اردوغان واستقال بعد كده. احمد داوود اوغلو استاذ جامعه اساسا وعمل كتاب اسمه العمق الاستراتيجي عن سياسات تركيا. تركيا بتتمتع بحاجه ما بتتمتعش بيها غير ثلاث دول في العالم، انها بتجمع بين قارتين، اسيا يعني اسيا اسف اوروبا واسيا واسي. روسيا ايضا نفس القصه، ومصر افرو اسيويه، تمام. انما مصر بتزيد عليه بقى انها كانت سره العالم القديم اللي هو اسيا وافريقيا واوروبا. عظيم. ولهذا دايما في نوع من الحساسيه التاريخيه بين مصر وتركيا مبدئيا، ودي بتظهر في حاجات كتيره في العلاقات الثنائيه بين الدولتين من ان لاخر. الحاجه الثانيه ان تركيا الحقيقه نتيجه فكر احمد داوود اوغلو اساسا حققت نجاحات من بدايه القرن الواحد وعشرين ما حصلتش في التاريخ قبل كده، يعني خدت خطوات جامده. منها على سبيل المثال واحد، انتخبت عضو غير دائم في مجلس الامن لاول مره في تاريخها 2009 2010. انت دي المره السادسه اللي انت كنت فيها دي، تمام. هي لا، دي اول مره بالنسبه لها، دي نمره واحد. نمره اتنين، هي ليها اتصالات باوروبا اكتر منك طبعا، لانها عندها المجلس الاوروبي وعندها عضو في النيتو وعندها منظمه التنميه والتعاون، فاذا هي داخله في اوروبا او بتعامل كعضو اوروبي وان كانت ما دخلتش الاتحاد الاوروبي نفسه. نمره ثلاثه، خد اردوغان 2004 جائزه الملك فيصل، ودي اكبر جائزه في العالم الاسلامي. نجحوا في انهم يحطوا اكمل اوغلو امين عام لمنظمه التعاون الاسلامي. ايضا نجحوا في انهم يتنقلوا من المركز 28 اقتصاديا على مستوى العالم الى المركز 17. فتمتعت تركيا بعضويه لجنه الاول مجموعه ال 20، تمام. هنا هي حققت هذه الانجازات في فتره قصيره قوي، في 15 سنه الاخيره مش اكتر. وبالتالي ده اداها الشعور بانها تقدر تعيد العثمانيه الجديده اللي وضع مبادئها احمد داوود اوغلو زي ما قلنا، وانها ليها حد ادنى وليها حد اعلى. الحد الاعلى تعيد الخلافه الاسلاميه للمنطقه، اللي بيساعدها على هذا انها شايفه ان في تيارات اسلاميه كتيره في المنطقه فممكن تضمها، ومن هنا بنفهم ضمها بقى للاخوان، بل ضمها للارهاب ايضا. بمعنى ايه؟ مش الاخوان كارهاب وبس، لا، داعش كانت بتخش سوريا والعراق منين؟ تمام؟ في منطقه في الشمال اللي هي بتاعت الوائل الاسكندرونه، اللي ضمت اراضي سوريه وتم ضمها لتركيا، تمام، اللي هي هطاي. هطاي دي بيتعمل فيها مؤتمر سنوي هناك، انا بحضره كنت. ومره يعني السنه اللي فاتت ماشيين بالعربيه، خدنا عربيات ونزلنا المدينه، فلقيت محلات بتبيع لبس جيش. فبقول لهم ده لبس الجيش بتاعكم ده ولا ايه؟ فالسواق قال لي لا، ده دي محلات بتبيع للمقاتلين اللي في سوريا. المقاتلين اللي في سوريا؟ قال لي قلت له ازاي؟ قال لي يعني ده لبس النصر، ده لبس داعش، ده لبس مش عارف ايه، بالطريقه ديت، تمام. المستشفيات في المنطقه دي مليانه الجرحى بتوع الحركات ديت. هي هدفها من التعاون وياهم انها تحيي الخلافه العثمانيه مره اخرى. طب لو ما قدرتش تحييها فتعمل حزام كردي في الجنوب ليها، تمام، من الاكراد، بمعنى انها تقنن العلاقه معهم ولا تعطيهم الدوله، ولا مش هتعطيهم، هي ضد الدوله طبعا، مش هتديها لهم، تمام، هي مش هتديها، يبقى ولا اداله دوله وليها بالظبط، ولا في نفس الوقت تسبب في اذى لنفسه بالظبط.
وتأمن حدودها. فده فكر الأكراد الحقيقة في الفترة اللي احنا فيها في الوقت الراهن. إنما الفكرة طرح الفكرة العثمانية لا بتواجه صعوبات بالغة يعني. لأن حتى فكرة إيه؟ فكرة التيارات الإسلامية السياسية مسببة مشكلة لأوروبا نفسها، ودي ظهرت برضو في مؤتمر ميونخ. تمام؟ فكرة الإرهاب، هو الكل بيتكلم على الإرهاب بس كل واحد فينا بيتكلم على إرهاب من نوع تاني. مفيش اتفاق على كلمة إرهاب يعني إيه بالظبط لغاية النهاردة. ما تعملش الانترناشنال ديفينيشن، مفيش انترناشنال ديفينيشن. واللي واقف فيها عشان تبقى عارف، احنا من سنة 86 مصر طلبت عقد مؤتمر دولي للتعريف للتعريف بالإرهاب، اللي واقفة ضده الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة. طب أنا عايز أستأذن إذا كان وقت حضرتك يسمح الأسبوع الجاي نعمل حلقة تانية نكمل فيها هذا الكلام، لأنه 17 دقيقة مش كفاية بصراحة. لا تحت أمرك. فأتمنى حرص. وأنا أشكر حضرتك جدا على وجود حضرتك معنا النهاردة وعلى قبولك دعوتنا، وإحنا فعلا المهم عندنا إن إحنا نستزيد ونستفيد من كلام وطرح حضرتك. للأسف الوقت خلص للأسف الشديد، لكن خلونا الحقيقة طبعا لازم نتوجه بكل الشكر للدكتور عزمي خليفة مستشار الدراسات المستقبلية، مش بس على وجوده معانا لكن كمان علشان مؤخرينه، وكمان عشان الوقت كان قصير جدا. ال 17 دقيقة لا يساوي على الإطلاق حجم العلم والاستفادة اللي المفروض إن إحنا نستزيد بيهم منه. المشروع التركي موجود او المشروع الايراني موجود، او للاسف الشديد من نكبة 48 وما قبلها من ايام مؤتمر بازل المشروع الصهيوني موجود زي ما قال سيادة السفير. المشروع على الاقل التوسعي لو صح التعبير او الحلم الاثيوبي موجود. انا من الناس اللي بتشوف انه كل المشروعات في خيال اصحابها مشروعة وهو طموح، هم احرار. دايما يجي السؤال واحنا المشروع بتاعنا فين، ومواجهة المشاريع اللي موجودة حوالينا بتتم ازاي، خصوصا ان احنا بلد عمره في تاريخه ما كان عنده مشروعات توسعية على الاطلاق. دايما قبلة للعلم، دايما منارة لاجل الثقافة والتنوير والعلوم الى اخره، بس احنا مشاريعنا وحدوية فقط. خلصت الحلقة، لو كان لنا العمر هنتقابل ان شاء الله يوم السبت الجاي في نفس الميعاد. سلامات.